حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة بسمة الصفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. أهلا بك دكتورة في نشرة ثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي أهمية أخذ الجرعات المنشطة للقاحات المضادة لفيروس كورونا خاصة في هذه الفترة التي تنشط فيها الفيروسات والإنفلونزا الموسمية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا منذ بدء الجائحة، جائحة كوفيد-19، دأبت مملكة البحرين على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية للتصدي للجائحة، ومنها مؤخرا توفير اللقاح المطور الجديد فايزر بايونتك والذي يغطي المتحورات الجديدة أوميكرون بنوعين من الفيروسات. ومن منطلق الشراكة المجتمعية وحفاظا على صحة وسلامة الجميع، وبعد مرور فترة زمنية من أخذ اللقاح بجرعاته الأساسية والجرعة المنشطة الثالثة، تأتي التوصيات هنا من وزارة الصحة بالتأكيد على أهمية الحرص على أخذ الجرعة المنشطة الرابعة بعد مرور الفترة الزمنية الموصى بها، وهي حوالي 9 أشهر لعامة الناس من الفئة العمرية من 12 عاما فما فوق، وذلك بسبب تناقص المناعة المكتسبة في الجسم بعد مرور فترة من أخذ الجرعات الأساسية والجرعة المنشطة الثالثة، ولأن اللقاح المطور الجديد يغطي أنواع مطورة من الفيروس المتحور وهو أوميكرون. ومع انتشار أيضا فيروسات الإنفلونزا الموسمية في هذا الموسم، في موسم الشتاء، نوصي الجميع أيضا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الإنفلونزا، ومنها أخذ اللقاح وخصوصا للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا، ومنهم الأطفال والفئة العمرية الأكبر من 50 سنة والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، وبالإمكان تلقي اللقاحين في نفس الفترة الزمنية لعدم وجود أي تعارض من اللقاحين. طبعا اللقاحات بالجرعة المنشطة، الجرعات المنشطة يوصى بها لتقليل من المرضى ومن الوفيات المتعلقة بالإصابة، وخصوصا الإصابات المتوسطة إلى الشديدة والتي تتطلب التنويم في المستشفى، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة أيضا لمخاطر الإصابة من المصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة، داء السكري، السمنة المفرطة، وكبار السن وغيرهم. لذا من هذا المنطلق ننصح الجميع بالتأكد من استكمال الجرعات الأساسية والجرعات المنشطة بحسب التوصيات الصادرة من وزارة الصحة لحماية الجميع وللحفاظ على مناعة مجتمعية عالية ضد الإصابة. تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية. اللهم آمين. الدكتورة بسمة الصفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.